حيث أعرب سعادة الشيخ سيف بن أحمد بن سيف الثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي عن إدانة واستنكار دولة قطر الشديدين للإدعاءات العارية عن الصحة والمقالطات التي قامت بها بعض وسائل الإعلام التي تفتقر إلى المهنية وعدم الالتزام بقواعد ومعايير العمل الإعلامي. وأوضح سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية أن الاعتراف المسجل التي بثته قناة أبوظبي وقناة الإمارات مساء اليوم الخميس 22 من هذا الشهر للمواطن القطري حمد علي محمد الحمادي تم تسجيله تحت الإكراه وتحت التعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات عام 2014. وأضاف أن السيد الحمادي كان قد سافر إلى دولة الإمارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو السيد يوسف عبد الصمد الملا بتاريخ 30 من شهر 6 في عام 2014 بقرض طبعا السياحة، وكانت السلطات الأمنية فيها على علم بطبيعة وجهة عمل السيد الحمادي، لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري لمركز القويفات وتلفيق الاتهام لهما دون أي سند من القانون وإرقامهم تحت التعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهم الملفقة لهما وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وتم تقديمهم للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة التي طبعا لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة حيث إنها تتم على درجة واحدة بالمخالفات المعايير الدولية في هذا الشأن. وأضاف سعادته أن واقعة القبض وتلفيق الاتهام للسيدين حمد الحمادي ويوسف الملا جاءت طبعا أنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد دولة قطر وقيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر عام 2014، ولم ترقب دولة قطر آنذاك بفضح تلك الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد السيدين حمد الحمادي ويوسف الملا، وذلك حفاظا على العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة، مشيرا إلى أنه قد تم الإفراج عن السيد حمد الحمادي بتاريخ 22 من مايو عام 2015 والسيد يوسف الملا بتاريخ 8 من مايو عام 2015. وشدد سعادته على أنه ليس مستغربا على وسائل الإعلام القيام بتزييف الحقائق ومخالفة القواعد والقيم المهنية لكونها قد كرست أبواقها الإعلامية لأجندات سياسية مقرضة. وأكد سعادته أن دولة قطر لا تتأثر ولن تتأثر بمثل هذه الحملات الإعلامية المشبوهة والتي تكشف طبعا عن نوايا من يبوح بها أو يحرض عليها، وأن تلك الحملات لن تفلح أبدا في تحقيق مآربها غير المشروعة والدنيئة.